من المؤتمر الصحفي للسيد رامون دياز. أولا هو مدرب محترف حضر عشان ما يلحق بلجنة الانضباط العقوبات اللي نعرفها اللي هو عدم حضور المؤتمر الصحفي أو عدم الخروج في الفلاش انترفيو أو الشغلات هذه كلها. فهو رجل محترف حضر وسجل موقف وموقفه غامض جدا. إذا كان محتج على الاتحاد السعودي لكرة القدم وقراراته كنت أتمنى أن يكون صريح ويكون محترف زي الأشياء اللي سواها قبل، يكون محترف ويتكلم بشكل صريح وواضح. لكن أنا برضو أرجع أنت اليوم بلاعب بخليط من لاعبي الهلال، اللاعبين الأساسيين واللاعبين البدلاء، وأغلبهم أنا أشوفهم صراحة مستواهم أساسي، فبالتالي المفروض أنك ما تزعل إذا زي ما قال أبو الوليد أنه زعلان عشان استدعاء لاعبي الهلال للمنتخب السعودي. الفرصة متاحة للهلال، ما شاء الله الهلال فايز المباراة اللي فاتت 4-0 تقريبا، حسم الأمور تماما. ما في شيء طبعا في كرة القدم نحن نقول لك أنه مستحيل، لكن الفريق الهلالي لو يشارك بالرديف الرديف الحقيقي وليس الرديف اللي شفناه اليوم، لأن اليوم مو رديف أساسي يعني، فيفترض أنه ما يزعل وما يحتج على هذا الموضوع. طبعا هذا كله استنتاجات، ولكن في الواقع ما ندري مزعل المدرب، ولا أعتقد أنه في مدرب محترف مثل رامون دياز ذو سمعة عالمية عالية جدا أنه يلوح بالرحيل أو كذا، إلا إذا كان في شيء سبب قوي جدا. أتمنى بس تهدى الأمور بالنسبة له. الشديد القوي اللي خليه يصير كذا من فعل المدرب، أنا شاهدت المقطع المدرب مرة متضايق، يعني متضايق يمكن في مشكلة ثم لا 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 ما شوف أنا أثق في عمل الإدارة الهلالية وعمل الأمير نواف مساعد. دياز يبدو أنه يعني متضايق من قضية أني الآن أنا في مرحلة حصاد بالنسبة للبطولة الآسيوية، قضية إبعاد أو أخذ اللاعبين لمدة 10 أيام وأنا في معترك صعب، قضية الأربع أهداف أوكي أنا فاز بأربع أهداف، لكن إحنا نذكر شنقها يعني في الدور السابق كان خسران 4 وفهم الفرق الصيني الآخر وفاز في الإياب 4، كرة القدم ما تعترف بالمقاييس. طيب ممتاز، لكن معليش، هل لو رامون دياز موجود في الأرجنتين مع ريفر بليت فريق اللي حقق معاه بطولات بيطالب هالشيء من الاتحاد الأرجنتيني أو في دوري الأسبانية وكذا؟ ما في شيء ما في شيء أصلا معمول في هالشيء، ولا في تسهيلات موجودة في الاتحاد. لا لا لا، أنت عندك فريق في 30 لاعب، طيب كلهم جاهزين، فبالتالي أنا ما تعاقدت معاك ولا جبتك عشان والله تبغى تسير الأمور على مزاجك أنت أو على الشيء اللي تبغى.